احيانا المريض بعد النوع ده من العمليات سلوكه بيتغير، يعني ممكن يبقى النقيض. توقع منه اي حاجه عكس اللي كان بيعملها قبل كده ده طبيعي جدا. It's impossible. انت بتتكلمي معاه كده؟ طب اللي انا هقوله لك ده ملوش علاقه بالطب، اعتبريه كلام ستات في ساونا. ده جوزك، يعني مفيش حرج من اي نوع. لبسه جلابيه حمراء بتلمع، منديل بترتر، حاجه كده احمر في فوشيا. ازاي؟ عارفه انت لو خدتيه وغيرته جوه في اي حته اكيد هتلاقوا مع بعض صيغه احلى. حاولي. اسمع يا حياه قلبي نداء قلبي. عملوا متين كاسه مع بعض كلها مقصويات، لازم يموتوا لاخر المسلسل. هو عنيف رصيف لنا خمسه ده ردنا عند العزيز دي. معلش استنى. لا قولي شاكي ناس على وصول. ايه شاكي ناس على وصول دي؟ شاكي ناس؟ ايوه انا السجاده انت بعتك بيها ولا قفص قرص ولا ايه؟ يعني ايه دي؟ بنتنا شاكي ناس. بنتنا والله العظيم. انت نسيت ان احنا مخلفين؟ لا والله انا كنت بهزر بس والله. ما انا عارف يعني. ارجوك اعملها كويس عشان خاطر بليز. حبيب بابا، حبيب بابا اللي كانت وانا مظلمة الدنيا، حبيب بابا، حبيب بابا. لأن يجي قوي يا حبيبتي. هي ما بتردش ليه؟ خرصة ولا ايه؟ دي مش بنتنا يا رياض. أما بنت مين دي؟ دي بنت الشغالة بتاعت ماما. معلش ما انا يعني انا برضه قلت يعني انا بيضا وانا بيضا ازاي نخلف صباع العجوه ده؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. سلمي على دادي. مامي هو مال صوته اتغير كده ليه؟ معلش سلمي على دادي. انا مبسوطه قوي ان حضرتك خفيت. بونس الكروته دي ده اندهل يا شافها اسمع بوتاجاز يا ابو زكي اسمها ايه؟ البت حلقت لي زي ما يكون في حيوان سلابندر قاعد على الارض. انت معودها على كده. انا معودها على كده؟ ايوه. طب اعمل ايه؟ اطلع لها عشان خاطري. بليز. اطلعها على طول؟ بليز. قلت لي اسمها ايه؟ شكي. الاسامي اللي عايزه تتلوج دي. يا شاكر. التنانين بقى شاطر لمبي رمى في الغوبه. صحي الصبح بقى بعدها كام يوم كده ساعتين يعني بعدها يعني صحي فلقى نفسه بني ادم تاني مش فاهم اي حاجه. تفتكر ده يبقى ايه؟ بيض احمر حضرتك. ده مين ده؟ هو بيض احمر. ذكيه بنت النوره. Yeah.